أهلا بك. الجميع بالتأكيد يتابع انطلاق الانتخابات اللبنانية البرلمانية المرحلة الأولى في أكثر من دولة عربية، المحطة الأولى القاهرة إضافة إلى الإمارات السعودية، الكويت وعمان وقطر. هل من مؤشرات لديكم مبدئية لنسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج في المرحلة الأولى؟ نعم طبعا، تبدو نسبة المشاركة تتصاعد مع مرور الوقت، وبالرغم من أنها المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات داخل السفارات في دول خارج لبنان، وهذا القانون الجديد أتاح ذلك، قانون الانتخابات الجديد الذي قررته الحكومة. نرى إقبالا لا بأس به يتزايد مع الوقت، ونرى انضباطا كبيرا في الإدارة وإدارة العملية. طبعا هناك، بما أنها المرة الأولى، هناك كان بعض التحديات في البداية وبعض المواقف التي يتم تخطيها تباعا، وقد تظهر يعني هذه كنتيجة للتجربة الأولى، ولكن ليست بالظاهرة الكبرى حتى الآن. نعم، ماذا عن استعداداتكم للانتخابات في الداخل التي ستجرى كما ذكرنا في 6 مايو المقبل، وإلى أي درجة من الممكن أن تغير هذه الانتخابات من شكل الحياة السياسية في لبنان بعد انتهائها بإذن الله؟ نعم، هذا أولا تحضيرات كثيفة ومتقدمة جدا، والجهوزية يعني أصبحت شبه مكتملة. لابد أن يكون هناك تحديات، لأن هذا القانون أيضا فيه تغيير جذري في طريقة الاقتراع وطريقة الاحتساب، وسيكون هناك بعض التحديات في يوم الانتخاب، التي الانتخابات التي تجري على الأراضي اللبنانية كلها في يوم واحد، خلافا لما كنا تعودنا عليه في الانتخابات السابقة حيث كانت تتوزع على أكثر من أسبوع. فسيكون هناك تحديات، ولكن الجهوزية يعني أصبحت شبه مكتملة. أما بالنسبة لتغيير المشهد، لابد أن يكون هناك بعض التغيير، لأن القانون سيتيح بدخول وجوه جديدة إلى مجلس النواب، وأكثر يعني عدد كبير من المرشحين هم جدد، وعدد كبير من النواب السابقين لم يترشحوا مرة ثانية لدورة جديدة، فلا بد أن يكون هناك وجوه جديدة. أما المشهد السياسي والتوزيع بين الأحزاب السياسية كافة والتمثيل الطائفي في لبنان الصحيح، سيكون هناك بعض التغييرات. هناك أحزاب سيتقلص حجم كتلها النيابية، أو هذا متوقع، وأحزاب قد يزيد حجم كتلها النيابية، إضافة إلى بعض المستقلين والأحزاب الجديدة التي برزت من رحم المجتمع المدني. لا نعرف حتى الآن ما هي حظوظها، وقد يكون هناك اختراقات في أماكن ما. نعم، نتحدث عن نفس السياق دكتور غسان. قانون الانتخابات الجديد كما تعلمون أثار جدلا واسعا في الشارع اللبناني وبين الأوساط السياسية، كيف تعلقون على ذلك؟ لابد أن يكون هناك جدل حوله، لأنه ليس بالقانون المثالي ولكنه المعقول، والذي تم التوافق عليه، والذي أعطانا فرصة لتجديد مجلس النواب وإدخال عناصر جديدة فيه، وتحسين التمثيل لشرائح متعددة من المجتمع لم تكن تشعر بأنها ممثلة بطريقة حقيقية في السابق، بسبب يعني دخول عدد من النواب إلى الندوة البرلمانية بأصوات أثرت على دخولها من فئات أخرى وليست من الفئات التي ينتمون إليها. أما الآن في هذا القانون التمثيل أصبح أفضل من قبل ببعض الفئات، وهو يحسن صورة الديمقراطية وممارسة الديمقراطية التمثيلية والنسبية حقا. طبعا بطبيعة لبنان والسياسة في لبنان ووجود الطابع الطائفي والتوزيع الطائفي في الانتخابات ومجلس النواب يضيف درجة من التعقيد على العملية الانتخابية. فالاقتراع النسبي بين اللوائح الحزبية ليس كافيا، فكان هناك حاجة لإدخال الصوت التفضيلي حتى يتم اختيار الرابحين أو الناجحين في الاقتراع نسبيا
وبتسلسل أصواتهم التي حصلوا عليها بحسب مقاعدهم الطائفية. نعم. فهذا سيزيد التعقيد في الاحتساب، ولكن حل مشكلة خاصة بلبنان. دكتور غسان حصباني نائب رئيس الوزراء اللبناني، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الجولة.